نعم، بس يقول لك استاذ عبد الخالق ان هذا مبدئي يعني، ما لا لا ماكو مبدئي، هي يقول لك دراسه ملف مبدئيا، يقول لك انت انتم ما حد مقدم ملف، يقولون ما حد مقدم في العراق فقط يعني، فهم قبلوا العراق اي بس العراق مقدم ما اي، بس يقولون في شروط الان، الاستضافات لها شروط في قضيه الملف، ان يكون هناك فنادق جاهزه، ملاعب جاهزه، هل البصره جاهزه؟ لا جاهزه ان شاء الله خلال هاي السنتين، السنة القادمة 2020 إن شاء الله الملعب الميناء هم تكمل، ولو عندنا ملعب جزء النخلة 65,000 متفرج، وأيضا داخل مدينة الرياضية ملعب آخر أكو 10,000 متفرج، ما عندنا مشكلة، بس إضافة ملعب الميناء تكمل 5 ملاعب تدريبية. متى ملعب الميناء يخلص؟ 2020 نعم تخلص، حتى ما تخلص عندك 10,000 مثل الآن بالدحيل أنت تلعب، ايه 10,000 او 9,000 عندنا ملعب جاهز. جذع النخلة بس يقولون صارت في مشاكل تخرب، سمعنا انه صار في تخريب في الملعب وكذي. لا ابدا ما في ولا واحد يعني محافظين عليه يعني؟ لا ولا واحد ما تخرب اصلا، والجماهير البصرة كلهم يحبون الرياضة، ايه ما ممكن هم يخربون الملعب. بس ليش تم اختيار البصرة بالذات يعني اللي قام البصرة عنده ملعبين، لا كربلاء ولا اربيل ما عنده ملعبين، ايه وعلى هذا الاساس تم اختيار عشان يصير على مجموعتين. نعم مجموعتين كل مجموعة. بس عندك مشكلة في الفنادق استاذ عبد الخالق؟ لا ما عندنا ايضا، الان حوالي 6 فنادق 5 نجوم موجودة في البصرة. نعم 8 فنادق الان، 4 كملت اللي داخل المدينة الرياضية، 4 الاخرى السيد المحافظ مع وزارة الشباب يكملون لاسكان المنتخبات. قصور عندنا ايضا للضيوف الكبار، لا ابدا ما عندنا اي مشكله يعني بالبصرة. ما عندكم في مشاكل في الضيافه ولا في الملاعب؟ لا ابدا، بس هاي تعرف الان نقله المبارتين مؤقته ضمن تصفيات بسبب الاضطرابات ولو السلميه، صار ايضا مشاكل مع الحكومه ولو، بس ما تبقى منها ال21 اضطرابات ان شاء الله يا رب.